نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان مع تحية دعاء حمصي فرح، كارلا سميحة، والمخرج رودريك نمنوم. العناوين: الدولار يلعب والمركز يتدخل، وليال منصور لصوت لبنان. شفيا، لأنه لا العوامل النفسية ولا العوامل الاقتصادية ولا العوامل السياسية اللي بتأثر بالاقتصاد تعطي أي دليل أنه ممكن حتى يوقف ارتفاع سعر الدولار. عون رسائل مشفرة إلى ميقاتي وحزب الله. لازم ندعي حتى لو تقطعت الجلسة. الكتائب لرحيل المنظومة المالية السياسية ومحاسبتها. القمة الخليجية تطالب بمنع حزب الله من ممارسة نشاطاته الإرهابية. قرب فصل الشتاء والبرد، ما إلكن إلا شركة عادل بو حبيب وشركاه الاختصاصيين والأوائل بموضوع التدفئة والشوفاج من أكثر من 50 سنة، وكلاء حصريين لأهم وأجود الشركات بمجال التدفئة والطاقة الشمسية والتبريد، وأهم ماركت دو ديتريش الفرنسي مع ضمان التوفير لغاية 30% بالمزود والغاز والكهرباء. شركة عادل بو حبيب وشركاه رائدي بمجال التدفئة الأرضية فلور هيتينج، وهي وكيلة ماركت هينكو البلجيكية الأولى بأوروبا. الأسعار مدروسة والصيانة بعد البيع متوفرة. شركة عادل بو حبيب وشركاه، جديدة المتن، نهر الموت، مقابل جسر السيتي مول. تليفون 01-87-00-87-01-87-00-82 أو 94. على مشارف 30,000 ليرة، الدولار وحده يحكم السلطة والشعب على حد سواء، مع اختلافات جوهرية في النتائج. السلطة تزداد رعونة تحت ستار غيبوبة الحكومة، والشعب يزداد فقرا وهو في غضب مكتوم أو في غيبوبة قاتلة. لا بوادر للدعوة لعقد جلسة للحكومة. التريث لدى ميقاتي يتحول إلى مناجات على أطلال حكومته، ويطغى على رغبة عون بعقد جلسة حتى لو تمت مقاطعتها. والتصلب لدى حزب الله يمنع عون من الحديث جهارة، فيترك أمورا لقولها بين الأصدقاء في العلاقة مع حزب الله. والخضة ليست فقط في مقلب عون حزب الله وضمنا الرئيس نبيه بري، إنما أيضا في مقلب ميقات حزب الله الذي انتظر جوابا على مطلبه القضائي، فجاءته رسائل قضائية متتالية تؤكد على متابعة البطار لمسار التحقيقات. وهكذا هي حال بري الذي ينتظر موافقة عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قبل نهاية الشهر، التي تنتهي معها دورته العادية لإعادة مفاعيل الحصانة النيابية على النواب المدة عليهم. لكن بريدة بعبدة متوقف في الوقت الراهن. بورصة الدولار الأسود تتنطح للوصول في سعر الصرف إلى 30,000 ليرة، بعدما كادت أمس أن تكسر حاجزه ليعود ويقفل ليلا عند حدود 28,000 ليرة. وكما هو الدولار في صعوده وهبوطه، كذلك هي السلطة التي سارعت إلى عقد اجتماع ثلاثي ضم ميقاتي، الخليل وسلامة، ليخرج المركزي بعدها بإعلان تدبيرين يهدف منهما للحد من ارتفاع الدولار ولجم تدهور الليرة. وهي تدابير ليست بطبيعة الحال إلا آنية وظرفية، لا تعكس إلا التخبط السياسي والمالي الناتج عن غياب أي خطة مالية ونقدية واضحة. ويقضي التدبير الأول بأن يقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأمريكي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسيطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشترات على سعر صيرفة كاملة إلى مختلف عملائها، عوضا عن الليرات اللبنانية التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة. أما التدبير الثاني
فيفرض أن يقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقداً بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ليرة لبنانية حالياً، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق. المتخصصة في الاقتصاد النقدي دكتورة ليال منصور شرحت لصوت لبنان أبعاد التدبيرين ورأت أن الدولار سيستمر بالارتفاع لغياب الثقة. أنا بشوف بأول قرار اللي اتاخد بالنسبة لأنه ما تبقى من الشهر اللي هو أنجا 20 يوم أقل من 20 يوم أسبوعين للمصارف يعطيهم بالدولار بدل ما يعطي باللبناني ويحول هالدولار للبناني، يعني هذا بيحد فعلا من طبع الأموال بآخر هالأسبوعين. أنا بعتبر هي عملية تشبه كتير أو تشبه بطريقة بسيطة مثل الكارنسي بورد، إنه بدل ما أنا أتبع مصاري لا أنا الدولارات اللي عندي هني، وأنا بستغرب إنه يكون عنده أساساً مصرف 2 دولارات بس ممكن لأسبوعين يكون في الكمية المطلوبة، بس بدل ما أنا أعطي لبناني بعطي هالدولارات وهالدولارات برجع بحولها للبناني، هيك أنا بكون زدت. أما بالنسبة للقرار الثاني على قصة إنه دفع الاسمنت ليرة، أنا بيقول ليش إحنا بدنا نعطي تاجر نسحبه دولاراته على 8000 ليرة يرجع هو يدفع القروض على 1500، فنحن لا بنعطيه على 8000 ليرة بده يدفع القروض كمان على 8000 ليرة، يعني كأنه هو عم يسكر فينا نقول الحسابات بين سحب الدولار وبين القرض الدولار. هلا بالوقت الحالي مصرف لبنان مثل ما أنا ذكرت ما بيقدر يعمل أي سياسة نقدية يقدر يلزم سعر الدولار أو يقدر يخلي المواطن يأمن بالعمل اللي هو ما بحيطه يأمن فيها، فالطرق الوحيدة إنه يعملها هي هدول التدابير، تدابير نوع من القمع، نوع من التحويل العملة للعملة، يعني ما فيك تسحبي أو فيك تسحبي يضل يطلع بقرارات استنسابية، بكرة ما بنعرف المواطن بده يصير غير كمان السعر اللي بده يدفع فيها القرض، دولار علميا واقتصاديا هو مؤشر اقتصادي أكيد بيدخل فيه عوامل سياسية، وهي العوامل السياسية اللي بتأثر بالاقتصاد كلها سلبية، بيدخل فيها عوامل نفسية طبعا، والعوامل النفسية هي منا مواليد مبارح أو مواليد من سنتين، العوامل النفسية يلي بتفوت بسعر الدولار عمره أكثر من 30 سنة، فلهيك أنا دايما بقول بالطريقة كتير بشددة وبأكد عليها الدولار على طول حيرتفع، لأنه لا العوامل النفسية ولا العوامل الاقتصادية ولا العوامل السياسية اللي بتأثر بالاقتصاد تعطي أي دليل أنه ممكن حتى يوقف ارتفاع سعر الدولار. وفيما ينهي الموفد الفرنسي بيير دوكان زيارته اللبنان اليوم بعد حثه على إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات المقبلة، أعلن نائب رئيس الوزراء سعاد الشامي لوكالة رويترز أن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، لكنه نبه إلى أن الرقم يستند إلى بعض الافتراضات التي قد تتغير. المخاوف من التفلت الأمني حاضرة، وبعد تعرض فرع بونغ بي بلوس في الزلقة لاعتداء مسلح دعت جمعية المصارف القوى الأمنية لتكثيف جهودها وتوقيف الفاعلين للتصدي لأي أعمال تخريبية مماثلة، وذكرت بأن الحل رهن بعودة انتظام العمل الحكومي والتشريعي في إطار إقرار خطة إصلاحية شاملة تضمن حقوق اللبنانيين. من الدولار إلى المخاوف من توقف الإنترنت، بعد اتهام رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حسين الحاج حسن مصرف لبنان بالتلكؤ عن دفع المستحقات المتوجبة على الدولة لشركات الإنترنت والمقدرة بقيمة 500 ألف دولار. المشكلة الأساسية اللي عم نواجهها هلا بألفا وتاتش هي ارتفاع فاتورة المحروقات بالنسبة للإيرادات اللي عم تتزايد يوم بعد يوم. اليوم الدولار وصل 28 ألف، وبالتالي بيأثر على سعر المازوت، وبالتالي فاتورتهم بالمحروقات عم تتزايد. صار في نقاش بالإجراءات اللازمة لحتى نخفض كلفة المحروقات، الإجراءات التقنية والفنية، وهذا أمر معالي الوزير حيتابعه مع شركة تاتش وشركة ألفا ومع هيئة أجيرو. المدير العام لأوجيرو عماد كريدية نفى أي حديث عن انقطاع الإنترنت وقال لصوت لبنان: خبر عن قطع الكابل البحري غير صحيح وغير دقيق، والمنشور اللي تم تداوله الأمس على وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح على الإطلاق. نحن ما صار عنا أي مطالبة لا من أبروس ولا من غيرها على موضوع دفعات مستحقة، لأنه بكل سهولة ما في دفعات مستحقة على وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو.
أما بالنسبة للموضوع مع مصرف لبنان، نعم في إشكالية معينة على اعتماد سعر الصرف. مصرف لبنان بيرتقي أنه سعر الصرف اللي لازم يتطبق على توفير الدولار للمؤسسات العامة هو سعر صيرفة، اللي هو غير ممكن لأنه موازنات هيئة التجارة ووزارة الاتصالات كما المؤسسات العامة الأخرى نعمل على أساس 1507، بس ما وصلنا بعد لمرحلة أنه نحكي عن قطاع الإنترنت بالبلد. اليوم ما في خيارات، الاتصالات والإنترنت هو نوع من أمن قومي للبلد، وبتصور أنه غياب الإنترنت عن البلد بضر أول شيء مصرف لبنان والمؤسسات المصرفية. في الشارع، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أعلن الخميس عن تحرك في الشارع في كل المناطق اللبنانية للتعبير عن سخط السائقين والاستخفاف بهم. إذا هيدي الأرقام ما بدها تحرك الناس وتحرك المواطنين وتحرك الشعب، معناتها في مشكلة كبيرة. معناتها لازم كلنا نسلم على أنه المافيات والكارتلات هن اللي يديرين البلد، ونحن قبلانين وخانعين وخاضعين لإرادتهم. حزب الكتائب يطالب برحيل المنظومة المالية السياسية ومحاسبتها إنقاذا للبنانيين من الجرائم التي ترتكب بحقهم. المزيد مع إيدي حطاب. أشار المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل إلى أن هذه المنظومة تستمر بالتلاعب بحياة اللبنانيين ولقمة عيشهم عبر ضرب العملة الوطنية بقرارات شعبوية اتخذت بالتواطؤ بين أركانها، فأعطت الناس بيد وأخذت منهم بأخرى، وسمحت لبعض المحظيين بتحقيق أرباح طائلة على حساب كل اللبنانيين في ظل انعدام تام للرقابة، مشددا على أن هذه الممارسات باتت مكشوفة ولا يجوز السكوت عنها بعد أن أوصلت اللبنانيين إلى الحضيض وقضت على أي قدرة على الاستمرار في تأمين الحاجات البديهية للحياة، من المحروقات إلى الدواء إلى الحق في الطبابة وصولا إلى رغيف الخبز. وأضاف المكتب السياسي: لا يخرج موضوع التدقيق الجنائي عن سياق ممارسات المنظومة السياسية المالية، والتي للهروب من المحاسبة تعمل على الإطاحة بالعملية برمتها بفعل تآكل مهلة رفع السرية المصرفية التي أقرها مجلس النواب لسنة وتنتهي بعد أسبوعين لا أكثر، والتفلت ينسحب أيضا على قانون الكابيتال كنترول الذي أطيح به. إن رحيل المنظومة المالية السياسية ومحاسبتها بات ضرورة حتمية لإنقاذ الشعب اللبناني من جريمة موصوفة ترتكب بحقه يوميا خلافا للقوانين. حزب الكتائب حذر من الحجج التي بدأت تقدم تمهيدا لتطيير الانتخابات، لجهة التذرع بنقص الأموال لانتخاب المغتربين أو لجهة التلويح باضطرابات مقبلة لإحباط الشعب اللبناني، مطالبا كل مواطن برفع الصوت ضد أي محاولة لمصادرة حقه في عملية بثاق السلطة، كما طالب المجتمع الدولي بالإبقاء على موقفه الداعم للانتخابات التي لابد أن تجري تحت إشراف دولي تام يضمن نزاهتها وديمقراطيتها وحصولها في مواعيدها الدستورية. على صعيد آخر، وبعد انفجار مخزن الأسلحة في مخيم البرج الشمالي، لفت حزب الكتائب إلى أنه من غير المسموح بقاء السلاح متفلتا في غفلة من القوى الشرعية اللبنانية ليهدد أصحابه واللبنانيين، والمطلوب الآن وفورا تطبيق القانون والدستور والقرارات الدولية والعمل على جمع السلاح داخل المخيمات وخارجها وإخضاعه لإمرة الجيش اللبناني والقوى الأمنية المولجة وحدها الدفاع عن كل فرد يتواجد على أراضيها. وأخيرا، اعتبر المكتب السياسي أن استدعاء رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد بحجة إثارة النعرات الطائفية هو فصل جديد من فصول ترهيب كل من يرفع الصوت بوجه هيمنة السلاح ومصادرة السيادة وخطف لبنان، وهو لم يعد ينطلي على اللبنانيين الأحرار شاجبا سياسة كم الأفواه وملاحقة الناشطين لمجرد التعبير عن رأيهم، ومؤكدا أن هذه المحاولات لم ولن تنجح يوما في منع اللبنانيين من ممارسة حقهم الذي يكفله الدستور. أكد
أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أنه يؤيد الدعوة إلى عقد جلسة للحكومة حتى ولو تمت مقاطعتها، وأوضح خلال لقائه مجلس نقابة المحررين أن التفاهم قائم بشكل كبير مع رئيس الحكومة. أما عن العلاقة مع حزب الله فقال: هناك أمور يجب أن تقال بين الأصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لأن عدم احترامه يعني أن تسود الفوضى. مش أنا ولا أنتم مديتوا إيدكم على الخزينة، ما حدا في مد إيده على الخزينة إلا اللي حكمها واللي حميه. إذا ما ندعي للجلسة، وأنا من هالرأي لازم ندعي حتى لو تقطعت الجلسة، بس لازم يندعى للجلسة. لحد هلا ما في التسوية مع القضاء، بدك تختار يا السياسي يا أما القضاء. النواب ما فيهم يتعاطوا بعمل القضاء ولا الحكومة، فإذا هون صار في خرق لفصل السلطات. وأنا شخصيا أخذت الموقف من أول جلسة، عملوا معروف، احترموا الدستور وروحوا تشكوا للسلطة القضائية. هلا السلطة القضائية تحكم يا مع يا ضد، صارت النتائج مش عجبة يلي متهمين. وما لم يقله عون أورده تكتل لبنان القوي في بيانه، مشيرا إلى أن الحكومة مدعوة إلى الانعقاد، وإلا فهي تكون قد أسقطت نفسها دستوريا وسياسيا وشعبيا. وإذ أبدى التكتل قلقه من استنزاف حاكمية مصرف لبنان الوقت بعرقلة التدقيق الجنائي، وأعلن أنه يدرس الإجراءات القانونية والقضائية الممكنة بحق الحاكم الذي وصفه بالمتمرد والمرتكب. رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أن لا إمكانية للوصول إلى حل من دون معالجة أساس المشكلة المرتبطة بالمقاربة القضائية. وزير الأشغال علي حامي أشار خلال لقائه المفد الفرنسي بيير دوكان إلى أن التفاوض مع صندوق النقد ليس الحل الوحيد. صندوق النقد الدولي قد يكون جزء من الحل، إنما كمان نحن كحكومة علينا إيجاد حلول أخرى غير صندوق النقد الدولي لرفض الخزينة العامة بالإيرادات من خلال الاستثمار الجيد والحوكمة الرشيدة والإصلاحات، أن نقوم بإصلاحات الاستثمار الجيد للمرافق العامة للدولة اللبنانية، وبالتالي رفض الخزينة العامة بالإيرادات. الدولة اللبنانية مش مفلسة، لا من قريب ولا من بعيد. خلال شهر أنا حبعث للحكومة اللبنانية لدولة الرئيس مشاريع عوانين ومراسيم بقدر زيد الإيرادات العامة لكون شريك أساسي كوزارة في رفض الخزينة العامة للدولة اللبنانية اللي بتحسن لها مقاومة الصمود. وفيما كان ميقاتي وضع شكوى البحرين قيد الملاحقة القضائية، يصل إلى بيروت اليوم رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس خالد مشعل في زيارة تأتي بعد الأحداث الأخيرة والاشتباكات التي حصلت بين حركتي فتح وحماس في مخيم البرج الشمالي في صور. جددت قمة الرياض التأكيد على الموقف الخليجي الموحد حيال لبنان وربط مساعدته بشروط إصلاحية وسيادية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف إن المجلس دعا لبنان إلى منع جماعة حزب الله من القيام بعمليات إرهابية وتعزيز جيشه وضمان اختصار الأسلحة على مؤسسات الدولة الشرعية. وحث المجلس المؤلف من 6 دول أعضاء لبنان على تجديد الرقابة على الحدود واتخاذ إجراءات لردع تهريب المخدرات عبر الصادرات إلى السعودية ودول الخليج الأخرى. قضائيا، أحالت النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها القاضي بيطار قبل شهرين بحق علي حسن خليل للتنفيذ خارج دورة الانعقاد العديل لمجلس النواب، أي ما بين الأول من كانون الثاني المقبل ومنتصف شهر آذار المقبل، بعد تأكيد المحقق العدلي على ضرورة تنفيذ المذكرة بشكل فوري وعاجل. ويستعد علي حسن خليل في المقابل لتقديم دعوى جديدة خلال الساعات المقبلة أمام محكمة التمييز المدنية لطلب رد البيطار وكف يده. واستمع البيطار أمس إلى 3 شهود والتقى وفدا من أهالي الموقوفين 17 الذين نشدوه المسارعة في إخلاء سبيل أبنائهم عشية عيدي الميلاد ورأس السنة. وطلع البيطار على مضمون صور الأقمار الصناعية الروسية العائدة لمرفأ بيروت التي التقطها القمر الصناعي قبيل الانفجار وفي أثنائه، ووصف مصدر قضائي الصور بالجيدة مشيرا إلى أنه لا يمكن الإفصاح عنها إلا في القرار الظني الذي سيصدر البيطار يصدره البيطار بعد استكمال التحقيقات من جوانبه كافة.
في ملف الكورونا، أعلن وزير الصحة فراس الأبيض عن وجود 8 حالات مؤكدة مصابة بمتحور الأوميكرون وأكثر من 16 حالة في دائرة الاشتباه. وأمام الطاقة المحدودة للمستشفيات، اعتبر الأبيض أن ازدياد أعداد المصابين هو أمر لا قدرة للبنان حالياً على احتماله. وسجلت وزارة الصحة 1474 إصابة جديدة بالكورونا و13 حالة وفاة. غيب الموت المرحومة ملكة روحانة الحاج، والدة نائب رئيس حزب الكتائب النقيب الأسبق للمحامين جورج جريج. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند 3:30 من بعد ظهر اليوم في كنيسة قلب يسوع قرنة الحمرة، وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده، ويوم الخميس من 11:00 من قبل الظهر ولغاية 7:00 مساء في صالون الكنيسة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مجموعة تابعة لميليشيا حركة النجباء العراقية وأخرى تابعة لحزب الله عمدت خلال الأيام الأخيرة إلى الاستيلاء على بعض المنازل التي هجر أهلها في مدينة درية وحولتها إلى مقار عسكرية. انتهت القمة الخليجية التي انعقدت في الرياض إلى تأكيد مجلس التعاون الخليجي حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه ورغبته في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، وشدد على وقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من الدول المجلس الست. أعلن التحالف العربي مساء أمس عن بدء عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، حيث قام بتدمير أحد المواقع السرية للقدرات النوعية بمديرية آزال وكهفين جبليين لتخزين الصواريخ البالستية، بالإضافة إلى 4 مخازن سرية مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة. الصفحة الرياضية مع رومن طموس. بأخبارنا اليوم، ضمن فعاليات الجولة 16 من منافسات الدوري الألماني البوندسليغا، فاز نادي بايرن ميونخ على شتتغارت بنتيجة 5-0 على ملعب المرسيدس بنز أرينا. إلى ذلك، ضمن منافسات الجولة 8 من المجموعة الأولى لكأس قطر لكرة القدم، فاز فريق الشمال على نظير ريان بنتيجة 3-0. وبمباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة نفسها، تعادل الفريق الأهلي بنتيجة 2-2 خلال مواجهة فريق مصلال. محلياً، أعلن مؤسس ورئيس اتحاد الكباش اللبناني كريم العنديري انتهاء المرحلة الأولى من البطولة الرسمية لعام 2021 اللي أقيمت بنادي تشامس الرياضي الحازمية، حيث تبارى 702 مشترك من كافة المناطق اللبنانية ضمن 6 فئات، ورح يتبارى الرابحون عن كل فئة ضمن النهائي الكبير المنتظر يوم الأحد 26 كانون الأول لتحديد من هو بطل الكباش اللبناني لعام 2021 عن الوزنان الخفيف وثقيل، وذلك بمجمع الشياح الرياضي. ختام النشرة مع الأحوال الجوية. يصل منخفض جوي يكون مصحوبا بكتل هوائية باردة ورياح ناشطة، فيما تنخفض درجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين 14 و18 درجة. كان في هذه النشرة الدولار يلعب والمركز يتدخل وليال منصور لصوت لبنان. الدولار على طول حيرتفع لأنه لا العوامل النفسية ولا العوامل الاقتصادية ولا العوامل السياسية اللي بتأثر بالاقتصاد تعطي أي دليل أنه ممكن حتى يوقف ارتفاع سعر الدولار. عون رسائل مشفرة إلى ميقاتي وحزب الله. لازم ندعي حتى لو تقطعت الجلسة. الكتائب لرحيل المنظومة المالية السياسية ومحاسبتها. القمة الخليجية تطالب بمنع حزب الله من ممارسة نشاطاته الإرهابية. وبهذا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة.